صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم في عناية. صباح الخير عبدو، كل شهر منلتقى سوا، خاصة اليوم فرحتنا أكثر بمناسبة عيد الاستقلال. خدنا استقلالنا وعلينا نعيشه، بدنا نصلي تا كل شعبنا يحب وطنه لبنان قبل كل البلدان. هيدا وطننا، هيدا عنا نعيش بيه، عنا نتنسم هواء، وعن نشبع من شمسه، وعن ناكل خيراته، وعن نعيش مع محبينه. لذلك بدنا نصلي من كل قلبنا تا لبنان يقطع الأزمة الصعبة اللي عم نمر فيها، خاصة عند مر شربل، لأنه مر شربل بيعرف عن حاله أنا مر شربل لبنان جاي شبيك، وبيرفع اسم لبنان للعالي. وعلينا نحن مثل مر شربل نرفع اسم لبنان للعالي. حلو نتوحد، نحب بعضنا أكثر. والمحبة هي حصرمة هالعالم اليوم. لو العالم بيعيش المحبة ما كنا منشوف هالجرائم اللي عم تكترف اليوم، ولا منشوف هالبغض والحقد المزروع بأرضنا. بعرف إنه نحن تنكون مسيحية، بيقلنا يسوع تعرفون إنكم مسيحية إذا كان فيكم حب بعضكم لبعض. بهالمحبة بدنا نكون رسل، وللمحبة بدنا نكون رسل بالعالم كله. إن شاء الله كل العالم يحب بعضه، ساعتها ما بيعود حدا يموت من الجوع، ولا في بيعود حدا في لزوم يعملوا حدود لدول. كنا منعيش بسما، لأنه اللي بيعيش بالمحبة بيعيش مع الله، لأنه الله محبة. بشار بعده عم يشفع بزواره وين ما كان بهالعالم، عم بيشفع. لا عنده حدود جغرافية ولا حدود طائفية. الشهر هيدا مسجل 6 عجائب فقط للأسف، يعني في كتير اجوا تيسجلوا بس ما جايبين تقارير طبية، وأنا ما بقدر سجل خبريات غير ما يكون عندي كل الوثائق الطبية قبل الشفاء وبعد الشفاء. ما فيني سجل أجوبة. الأجوبة اللي تسجلت أول أجوبة بهالشهر هيدا كانت مع السيدة سميرة ويليام الغصان من مواليد الفرزل 1976، متأهلة من السيد عيد صعب من زحلة، وأم لولدان، مقيمة في زحلة، وعملها مندوبة في شركة. تخبر عن حالاتها الصحية المرفقة بالتقرير الطبي: أصبت بوعكة صحية فدخلت مستشفى اللبناني الفرنسي، اهتم بي الدكتور باسيل الذي اكتشف بعد الفحوصات والصور بأنني مصابة بمرض السرطان في الغدد اللمفاوي والبطن. أجريت لي العلاجات الكيميائية وكذلك العلاجات بالأشعة. أجريت العلاجات في الجامعة الأمريكية لمدة شهر، كل يوم جلسة، خاصة بعد توضيح مرضي بعد زرع الخزعة. وبسبب انتشار المرض امتنع الأطباء عن إجراء أي عملية جراحية. وبهذه الأوقات الحرجة ابتدأت أختي بالصلاة لمر شربل طالبة شفاعته عند الرب يسوع المسيح. فظهر عليها مر شربل والرب يسوع المسيح بالحلم. وفي اليوم التالي جاءت نتيجة البيتسكان التي تثبت شفائي التام واختفاء مرض السرطان من كل جسمي. جددت الفحوصات عدة مرات فتبين شفائي، لذلك قصدته مع أختي لشكره وسجلت الأجوبة مرفقة بالتقرير الطبي بتاريخ 28 تشرين الأول 2023، وأني أطلب من جميع المرضى اللجوء إلى القديس شربل لأنه حاضر لتلبية طلباتهم وتضرعاتهم. هذه هي صورة السيدة سميرة ويليام الغصان. الأعجوبة الثانية صارت مع الطفلة تيريزا أديب زوين من مواليد 2017 غبالي، مقيمة مع الأهل في غزير. وكما يخبر والدها عن صحة ابنته المرفقة بالتقرير الطبي: تا
تبين بعد ولادة ابنتي تريزا أنه عندها ضعف في الكالسيوم بوركها، ما فيها تمشي، الورك ما في كالسيوم، لذلك ألبس القفص الحديدي في وركها وممنوع نزعه قبل 6 أشهر. وبعد أسبوع من لبسه ما عاد قدرت البي ما عاد قدرت احتمل حسب ما بيخبر، فقصد يفك لها القفص الحديدي بالمحبسة، وقرر يطلع على المحبسة ينزع لها القفص الحديدي. فبيظهر مع شربل على صبي تعرفه وبيقول لها بتبلغي ما ينزع القفص الحديدي عن بنته إلا ما يركع بالمحبسة بالغرفة اللي مات فيها القديس، يركع يصلي المسبحة، يرجع يدهن لوركة بزيت مار شربل ويحفل لبطنه بتراب مار شربل. وهيك صار، عمل شلح القفص من بعد ما صلى المسبحة ودهن بالزيت وفرك لبطنه بتراب مار شربل وخسره، ونزل على الكائم سي عملوا له الصور اللازمي عند الدكتورة ديالا روماني، فتبين شفاؤها التام. شفيت ابنتي بعمر 2، ولكن بسبب وباء الكورونا تأخرت بتسجيلها. جئت بتاريخ 28 تشرين الأول 2023، وشكرت مار شربل على شفاعته بابنتي تريزا وسجلت الأجوبة. فالشكر لك يا مار شربل يا حامي الطفولة. هذه صورة الطفلة تريزا أديب زوين. الأجوبة رقم 36، السيد جورج مارون عقيقي من حراجل، متأهل من السيدة ريجينا حنا عقيقي من كفر دبيان، مقيم في زوق مصبح، حلاق رجالي. يخبر عن حالته الصحية المرفقة بالتقرير الطبي: تعرضت لأوجاع أليمة في صدري وامتد إلى ظهري، دخلت مستشفى الكأمسي فطلبت لي صورة ERM، فجاءت نتيجة الصورة عاطلة، لذلك طلب مني الخضوع لصورة سكانر. عرفت زوجتي بالنتيجة، فيوجد كتلة على الرئة الشمال وتاش على العظام، وذلك بتاريخ 22 الأول 2023. طلب مني الطبيب أن طلب من زوجتي أن تأخذني إلى طبيب مختص في الأمراض السرطانية، الذي بدوره طلب منا زرع خزعة من الرئة وبأسرع وقت. أسقطني زوجتي بركة مار شربل وطلبت شفاعته عند رب يسوع المسيح ونعمة شفائي. قام الطبيب بإدخال النضور من الفم إلى الرئة لأخذ الخزعة، فدخل النضور من بقلب الرئة، فتشنا بكل الشرايين وجيوب الرئة ما لقى أي ورم. ذلك كان بمستشفى سيدة المعونات الجامعي بجبال. هلأ هي وهني مفوطينه على الغرفة تيعملون النادور، مرته واقفة قدام الباب عم تبكي، تقطع المرضى حد منها بتقول للمرضى: قلت لمار شربل سبق ما راح يلاقوا شي. وفعلا صدم الأطباء باختفاء المرض من الرئة، وكل التشال كانوا على دعم اختفوا وتم الشفاء، والفضل يعود لصلاة زوجته وصلاته هو لأنه مؤمن. ودائما وقت بيكون في صرخة إيمان تصال لربنا وربنا عطول بيستجيب.
بده هالصرخة الإيمان. لذلك إجوا بتاريخ 30 تشرين الأول 2023 يشكروا مار شربل على الشفاء. هذه صورة السيد جورج مارون حقيقي نح راجل. الأعجوبة رقم 37 السيدة جنات ونس غيث البنا من مواليد بيروت، متأهلة من السيدة الأولى الياس البنا، أم لأربعة أولاد مقيمين في الأشرفية. تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية. في سنة 2019 أصبت بأوجاع في الظهر والبطن، فراجعت الدكتور جورج وهبي فطلب لي عدة فحوصات وزرع خزعة، فجاءت النتيجة أنني مصابة بمرض السرطان في عنق الرحم. عندها دخلت مستشفى أوتيليو وبدأت العلاج الكيميائي على يد الدكتور جورج شاهين، ثم العلاج بالأشعة على يد الدكتور توني فلافلي، وذلك تحت إجراء الدكتور النسائي دافيد عطلة مع عدة جلسات أشعة داخلية. وكنت مجبرة كل ستة أشهر بأن أجري زرع خزعة مع صورة ERM وسكانر وفحص HPV، وكل سنة صورة بيتسكان. وبتاريخ 17 كانون الثاني أجريت الفحوصات فتبين أن المرض السرطاني ما زال موجودا. فصليت للقديس شربل كثيرا وطلبت شفاعته عند الرب يسوع لكي يشفيني من مرضي. وبتاريخ 22 أدار 2023 ظهر علي مار شربل في الحلم وأجرى لي عملية استئصال المرض بعد أن بنجني. وفي اليوم التالي أجريت الفحوصات المطلوبة فتبين شفائي واختفاء المرض. وكذلك جددت الفحوصات لثلاث مرات آخرها بتاريخ 13 تشرين الأول، فشفائي تأكد وتم بشفاعة مار شربل. لذلك جئت لزيارته وشكرته على نعمة شفائي، وسجلت الأعجوبة بتاريخ أول تشرين الثاني 2023. هذه صورة السيدة جنات ونت غيث البنا. الأعجوبة رقم 38 صارت مع السيد نادر أحمد الصاوي زنتوت من صيدا سني من مواليد 1953، متأهل من السيدة ميسون وأب لولدين، تاجر ومقيم في الأشرفية، ودائما تجارته بين أمريكا ولبنان. وبيعد هو متعبد كثير لمار شربل، وبيعد سبب نجاحه بالتجارة لشفاعة مار شربل. إجا تزور مار شربل وبعد الزيارة حول كافت في حد سناك عند حد الوزيز. السيارة طالعة من المفرق عن يطلع شوفير بغير اتجاه، ما انتبه للزلمة قدامه، لقطت له إجره قلب على الأرض، قطعت السيارة على الزلمة وطلع انه قطع شيء، رجع اونارير يعني قطع عليه روحه راجعه، ما قطع له راسه، كسر له ضلعه، عينه طلعت من جحره، بكل وجود خاصه الجهه اليمين انضربت، وضلعه نقل بالصليب الاحمر على مستشفى المعونات بجبال، قضى 3 ايام ما في مجال للحياه، فنقل على CMC في بيروت وهو غايب عن الوعي اكيد. قالوا له بالمستشفى بده 6 اشهر، واذا وعي بده يطلع
ما بيقشع بعينه وبشلول سلر نصفي. بعد ما أمضى 15 يوم بالسي ام سي إجا وباء الكورونا، فنقلت المستشفى على بيته مع العدة الطبية الكاملة، مع كل مع مرضاتي اللي يخدموه، وقالوا بدي ضل هالمدة تيوع. بصلاة المحبين، صلاة رهبان دير مار من عنية، لأن صار الحادث بساحة الدير، وكل محبينه شفع فيه مار شربل وأرجعوا للحياة. كسوره تجبرت يقشع بعينه ويمشي، وتم شفاءه كليا. هو بيعتبر انه مار شربل اللي شفاه، لأنه كان مفترض يضل 6 أشهر بالكوما، ب15 يوم رجع للحياة. الصلاة بتوصل لربنا والرب استجاب وتم شفائه. هذه هي صورة السيد نادر أحمد الصاوي زنتوت من وليد صيدا. وأجدد أعجوبة صارت مع السيد 7 يوسف نهرة رقم 39 من علي، متأهل من السيدة سيلفي نخلي نهرة، عنده ولدان، شغله أستاذ مدرسي مقيم في أدونيس. وكما يخبر عن حالته الصحية المرفقة بالتقارير الطبية، صار عنده مشكلة بالبول، دخل مستشفى سيدة لبنان بتاريخ 30/1/2023، فتبين بعض الفحوصات التي طلبها الدكتور طانس نبيه عطي أن الكلية متوقفة كليا، فالبول منقطع والكرياتينين وصل إلى 804 والزلال كذلك مرتفع جدا، مما تطلب وضعي في العناية الفائقة لمدة 5 أيام. فأجروا لي في هال5 أيام 3 جلسات غسل كلي. نقلت إلى الغرفة ووضعي ما زال كما هو، بس طيلة إقامتي بالمستشفى كنت أحتفظ بصورة مار شربل وأضعها تحت وسادتي، وكنت ألبس زنار مار شربل، وكنت أدهن جبيني بزيت مار شربل، وأصلي طالبا شفاعته عند الرب يسوع المسيح ونعمة شفائي. وعند تركي العناية وجد الأهل أن صورة مار شربل بقيت في العناية الفائقة، فراحوا على الغرفة رجعوا جابوا لي الصورة وحطوها تحت راسي. وأنا نايم بالليل على فرد ميل لجيت الشباك بالغرفة، 4 صبيع بلقطوني بزندي وبينيموني على ظهري. رجعت برمت لجيت الشباك، رجعوا على 4 صبيع برموني لظهري. بيقوم مرشر بالهوكن عن يشدني، بيعطيني حبة دواء، بس خدت حبة الدواء كأنه نار فاتت بجسمي، وطلعت النار من صبيع إجري، ودغري مش البول، وكل المياه اللي كانت بجسمي هرت مع البول وتم شفائي. الصبح بكيت بتفوت المرضى، قال لا حدا حط لي حبة دواء بتمي؟ قلت له لا. سألت ما حدا حط له حبة دواء، ما شرب حط له حبة دواء بتمه وصي إياها وكان الشفاء. بيجي بكل بساطة بيسجل أعجوبته بتاريخ 18/2/2023 صورة السيد 7 يوسف نهرة من علي وليد 1938. إخوتي بعده مار شربل عن يشفع بزواره، بكل إيمان صلوا. نحن كلنا اليوم ب22 جايين تنصلي من أجل مرضانا،
تنصلي من أجل لبنان الأكثر شيء مريض فينا، تا الله يرحم شعبه ويرحم لبنان، ومنطلب منه السلام لوطننا ولشرقنا الموجوع ولكل العالم الموجوع اللي عم يفتك فيه الشر. ونطلب من الله يزرع المحبة محل الشر تنرجع نعيش بسماء بدل ما نعيش بجحيم. سلام الرب يكون معكم، وبركة الانتشار بترافقكم وين ما كنتوا. أمين. الله يبارككم. ميرسي عبدو.